السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بكورس الكيمياء العضوية محاضرة رقم 14. إحنا ما زلنا مستمرين بالأروماتيك ورح نكمل من محل ما انتهينا المحاضرة الماضية. حكينا المحاضرة الماضية عن البنزين ومحاولات العالم فرد خشكولي إنه يفسر البنزين ويعطي شكله ومما يتكون، لكنه فشل بإنه يوضح الرياكتيفيتي والستابيليتي للبنزين. بعد هيك دخلنا على موضوع التهجين، وموضوع التهجين وضح انه البنزين له ثباتية عالية جدا لانه في عنده الباي بونز كونجوجيتد، ولكنها غير متركزة في مكان واحد، بمعنى انه كلها مرتبطة مع بعضها البعض كأنها فلك واحد اعلى واسفل البلان تبع البنزين. وهذا الأمر هو اللي خلى البنزين له ثباتية عالية، وبالتالي هو لا يتصرف كأنه unsaturated compound زي الألكين، ولا يتفاعل بتفاعلات الأديشن تبعون الألكين. حكينا كمان إنه البنزين ما يميزه إنه جميع أطوال الروابط فيه هي طول واحد ما بين الدبل بوند وما بين السنجل بوند، يعني ما في عندي أطوال أحادية وأطوال ثنائية، لا الأطوال كلها متساوية 1.3 أنجستروم. الآن بدنا نعرف كيف بدنا نسمي البنزين. حكينا أنه بالأروماتيك كومباوندز التسمية بتيجي من كلمة بنزين by replacement of hydrogen or other groups، يعني انه انا بدي اسمي القاعدة، بدي تكون عندي البنزين وبدي اشوف السبستيتيونت اللي موجود عندي وأتبعه لاسم البنزين. حلقة البنزين ممكن تكون عندي مونو سبستيتيونت وداي سبستيتيونت وبولي سبستيتيونت. الآن في المونو سبستيتيونت حكينا أنه حيكون في عندي ذرة واحدة من الهيدروجين اللي على البنزين مشيولة ومستبدلة بذرة أخرى أو بمجموعة أخرى. بالنسبة للأيوباك نيم، عشان نسمي البنزين في عندي أيوباك رولز بتحكي إنه the group is named followed by بنزين، يعني بدأ أسمي اسم الجروب وأتبعها بالآخر كلمة بنزين. الآن في عندي هون بنزين وعليها ذرة الهيدروجين اللي كانت هون مستبدلة وحطيت بدالها الكلور، فصار اسمها كلورو بنزين. نفس الإشي بنزين عليها بروم بتصير برومو بنزين، أيودو بنزين، نيترو بنزين. هون في عندي حلقة بنزين عليها مجموعة إيثيل، فبصير اسمها، حكينا إنه بنحكي اسم السبستيتيونت بنتبعها بكلمة بنزين إيثيل بنزين. بدنا نلاحظ إنه لما تيجي الألكين بشكل سبستيتيونت بتصير ألكل، اللي هو هون حطينا إيثيل. نفس الإشي هون بيوتيل، الآن في عندي بنزين عليها تيرشري بيوتيل، فبتصير تيرشري بيوتيل بنزين، سكندري بيوتيل بنزين. إذن في عندي ثلاث حالات. الحالة الأولى اللي هي المونو سبستيتيونت، المونو سبستيتيونت بنسميه إذا بدنا نسميه بنسمي أول إشي مجموعة السبستيتيونت وبنتبعها باسم بنزين. الآن في بعض من المونو سبستيتيونت بنزين إلها كومون نيم، ولكن هذه الكومون نيم accepted باي أيوباك، يعني اعتبرت انه الكومون نيم هذا رح نستخدمه في الأيوباك ونعتمده ونسمي فيه. من الأمثلة عليهم اللي بدنا نحفظهم مثل ما هم، حلقة بنزين عليها CH3، الآن هي اسمها مثل بنزين ولكن الكومون نيم تبعها تولوين والأيوباك اعتمدته والآن يطلق عليه اسم تولوين. حلقة بنزين عليها NH3، الآن NH2 أمينو بنزين، هاي المجموعة اسمها أنيلين والاسم الأنيلين كومون نيم وتم اعتماده بالأيوباك وأصبح يطلق عليه الأنيلين. نفس الإشي مجموعة الهيدروكسيل OH اللي موجودة على البنزين اسمها فينول، كربوكسيليك أسد على البنزين اسمها بنزويك أسد، مجموعة السلفونيل على البنزين اسمها بنزين سلفونيك أسد، مجموعة الفينل اللي موجودة على البنزين اسمها الستايرين. طيب الآن في عنا تسمية الداي سبستيتيوتد بنزين.
بالنسبة للداي سبستيوت البنزين، إنه أنا في عندي مجموعتين من الأتش على البنزين تم استبدالهم بمجموعات أخرى. هذا النوع من السبستيوت بيعطيني 3 isomers حسب الموقع، according to the position on the ring، حسب الموقع على الحلقة. ممكن يكون إنه 1, 2, 1, 3 أو 1, 4. بمعنى أول سبستيوت رح ياخد رقم 1، بعدين أبلش أشوف السبستيوينت الثاني على أي موقع جاي. الآن ممكن يجي موقع اللي جنبه مباشرة بهاي الناحية، هذا أو هذا، هيكون 1, 2 كيف بسمي أنا، أو ممكن يكون 1, 2. فإذا إجى على موقع 1 و2 بسميه أورثو، بياخد المقدمة أورثو. الآن لو إجى الترقيم بين 1 و3، أول سبستيوينت رح تاخد رقم 1، بعدين السبستيوينت الثاني ممكن يجي هان أو ممكن يجي هان. فهون إذا رقمنا من هون رح يجي 3، رقمنا من هون رح يجي 3، فواحد وثلاثة رح نسميه ميتا. أما آخر واحد الأيزومر الثالث 1 و4. إذا إجا عندي سبستيوينت على الموقعين 1 و4 رح نسميها بارا. الآن بهاي الحالة في عندي 3 cases. الآن الكيس الأولى إنه يكونوا if two groups are similar، two substituent الموجودات على البنزين مثل بعض. مثلا في عندها البنزين عليها مجموعتين بروم، إذا مجموعتين التنتين زي بعض، بدأ أشوف جاي على أي موقع، فبدأ أسميها ممكن هاي رقم 1, 2 أو هون هاي 1, 2، مش رح يفرق، التنتين زي بعض. مدام 1 و2 إذا أورثو، هيطلع عندي أورثو داي برومو بنزين. نستخدم الداي، حكينا إنه لما يكون في عندي 2. لما يجي على موقع 3, 1 و3 حتكون أم اللي هي ترمز للميتا، ميتا داي برومو بنزين. لما تيجي على موقع 4, بارا، في عندي بارا داي برومو بنزين. في عندي هون المجموعتين المتساويتين، مجموعات النيترو جايين على موقع 1 و4، إذا بارا بارا داي نيترو بنزين. الآن الحالة الثانية إنه لما يكون عنا المجموعتين مختلفتين، بيحكي إنه substituent names بيجوا alphabetical بعدين بنسمي اسم البنزين. الآن هاي في عندي حلقة بنزين، في عندي بروم وفي عندي يود، الاثنين substituent جايين على موقع 1 و4، فعلى طول بدي أحط بارا. بعد هيك بدي أشوف مين أسمي بالأول، البي بتيجي قبل الآي alphabetical، فبتصير عندي بارا برومو أيودو بنزين. الآن التو سبستيوين جايات على رقم 1 و3، إذا ميتا على طول. بعدين في عندي كلورو سي والنيترو أن، فالسي بتيجي قبل أم، كلورو نيترو بنزين. الآن في عندي التو سبستيوين جايين على رقم 1 و2، فحيصير عندي السفكس البريفكس هتكون عندي الأو، بعدين في عندي السي تيجي قبل الأف، كلورو فلورو بنزين. إذا لما يكون في عندي مجموعتين متساويتين بدي أستخدم المواقع أورثو ميتا وبارا وأستخدم داي. لما يكون في عندي المجموعتين مختلفتين بدي أسمي ألفابيتيكال وأحدد مواقعهم بالنسبة لبعض، 1 و2 أو 1 و3 أو 1 و4. الآن الحالة الثالثة، لو كان في واحدة من الجروب بتعطيني common name، شو بدي أعمل؟ في عندي هاي حلقة بنزين عليها OH وعليها CL، احنا عارفين مسبقا انه هاي الفينول، الفينول جاي عليها substituent على موقع 4، على اعتبار انه هذه الجروب اللي اعطت الفينول الاسم الكومون نيم تبعها اجت على رقم 1، substituent الثاني على رقم 4، فعطول هنحط بارا. بعدين في عندي كلوروفينول، سمينا اسم السبستيوينت وأتبعناها باسم الكومون نيم. الآن في عندي هون الأنيلين، الأنيلين إجا عليه سبستيوينت على رقم 3، اعتبار هون 1, 2, 3، ففي عندي ميتا، على موقع ميتا في عندي البي آر، فعندي ميتا برومو أنيلين. طيب هون في عندي البنزويك أسيد، بنزويك أسيد على موقع 4 في عندي مجموعة نيترو، إذا بارا بي، في عندي بي نيترو بنزويك أسيد. هون في عندي حلقة بنزين عليها CH3، إذا هذا الكومون نيم تولوين، التولوين عليها على موقع 4 فلور،
إذا para على طول فبتصير para fluoro toluene. طيب الآن في عندي ال naming of poly substituted benzene لما يكون في عندي أكثر من استبدال. According to IUPAC rules, numbers is used to determine position of the groups. بدنا نستخدم هون الأرقام علشان نحدد الأماكن. يعني ما راح ينفع إنه نستخدم ortho, meta, وبارا بهاي الحالة. بالبولي سبستيتوانت في عندي there are two cases. الحالة الأولى if one group give common name, it is given position number one. يعني بدي أشوف إذا في عندي common name. بدي أشوف شو هي المجموعة اللي أعطتني الـ common name وأعتبرها رقم واحد، وبعد هيك بصير أرقم يا مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة عشان أعطي كل الـ groups أقل ترقيم. لأن في عندي هون هذا الفينول، الفينول اللي هو بنزينه عليها OH، فالـ OH هي اللي أعطت الفينول اسم الفينول فهتاخد رقم واحد. الآن بدي أرقم مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة بحيث يكون عندي أقل ترقيم، سواء رقمت من اليمين أو من اليسار نفس الإشي لأنه في عندي جايين على نفس الأماكن، فمن هون واحد اثنين أو من هون واحد اثنين، بكل الأحوال هاي رح تيجي على أربعة. عندي عليهم ثلاثة من المجموعات النيترو فهتصير عندي اثنين أربعة ستة تراي نيترو فينول. طيب الآن في عندي هاي الكومون نيم الأنيلين اللي هي حلقة بنزين عليها NH2، بدي أرقم، واضح إنه أنا بدي أرقم من هنا عشان يجي أول سبستيتوينت على رقم ثلاثة. ففي عندي سوري هاي بدنا نغيرها، بدنا نحطها ثلاثة وأربعة، ثلاثة أربعة في عندي داي برومو أنيلين. طيب الآن في عندي البنزويك أسيد. الآن البنزويك أسيد في عنده مجموعتين كلور والان او 2. الآن سي او او اتش تبعت البنزويك أسيد أكيد رح تاخد رقم واحد، واضح أنا رح أمشي بالترقيم من هذا الاتجاه عشان يجي أول سبستيتوينت أقل ترقيم، فحيصير عندي بعدين بعد ما أنا رقمت وخلصت في عندي كلور وفي عندي نيترو، السي حتيجي قبل الآن فحيكون عندي اثنين كلورو خمسة نيترو بنزويك أسيد. الآن هون في آخر واحد في عندي اللي هي حلقة البنزين وعليها CH3 فهذه الكومن نيم تبعها اللي هي التلوين. التلوين في عليه ثلاثة استبدال من مجموعات النيترو جايين على موقع 2 و4 و6، فهيكون عندي 2 4 6 تراي نيترو تلوين بتشبه هاي ولكن واحدة فينول واحدة تلوين. طيب الآن الحالة الثانية if all groups are different، لو كان في عندي كل المجموعات مختلفة، ما في عندي لا مجموعات متساوية ولا في عندي common name. الآن إيش بدي أعمل؟ رح نسمي one of the group is given position one، رح أختار أي group أسمي أعطيها الرقم واحد بحيث إنه باقي المجموعات تأخذ أقل ترقيم، وبعد هيك بسمي أبجدي. الآن عندنا في هاي الحالة أول حالة في عندي ثلاث مجموعات زي بعض، فرح أرقم 1 2 3 4، واضح رح أرقم بهذا الاتجاه عشان يجي السبستيتوينت أقل واحد، هيصير عندي 1 2 4 تراي برومو بنزين. طيب الآن هون في عندنا ثلاث مجموعات، في عندي النيترو والأيودو والكلورو، من عند مين أرقم؟ بدي أرقم بحيث إنه كلهم ياخدوا أقل ترقيم. إذا بلشت من هون رح تيجي هاي على ثلاثة، إذا بلشت من هون هتيجي هاي 2 3 4 5 وهتيجي هاي 5، وإذا رقمت هاي رح تطلع كتير بعيدة. طب إذا بلشت من هون 1 هتيجي هاي 2 هتيجي هاي 4، فهذا هو أحسن ترقيم عشان ياخدوا كلهم أقل أرقام. الآن بعد ما رقمت بدأ أطلع أبجدي، السي بتيجي قبل الآي بتيجي قبل الآن، ففي عندي 1 كلورو 2 أيودو 4 نيترو بنزين. طيب الآن الحالة الثالثة هاي بدي أرقمهم بحيث إنه كلهم ياخدوا أقل ترقيم، بعدين بطلع على الأبجدة. الآن إذا بلشت أرقم من هون من عند الـ NO2 1 هتيجي هون 2 هيجي هاي 3 و4، فهيجي عندي 1 3 و4 مش رح ينفع. طيب إذا بلشت من عند الـ BR هاي 1 هاي 2 3
ثلاثة أربعة خمسة، حتيجي واحد اثنين خمسة، لكن في ترقيم أفضل اللي هو إنه أنا رقم هاي واحد، هاي اثنين، حتيجي هاي على موقع رقم أربعة. فأفضل ترقيم كان عندي عشان يعطي أقل عدد أقل ترقيم للسبستيوينت اللي هو بهذا الاتجاه ابتداء من الكلور. الآن بعد ما رقمت وأعطيت المجموعات أقل ترقيم، بطلع أبجديا في عندي السي وفي عندي البي وفي عندي الآن. البي بتيجي بالأول، بعدين السي، بعدين الآن. راح أحكي في عندي 2 برومو، 1 كلورو، 4 نيترو، وبحط بالآخر كلمة البنزين، لأنه حكينا إنه التسمية تعتمد إنه أنا أسمي السبستيتيونت بالأول وألحقها بالآخر بكلمة بنزين. طيب الآن مجموعات الأروماتيكس أو الأروماتيكس هيدروكربون يطلق عليهم أرينز، لهم اسم يسموا بالأرينز. الآن لما تيجي عندي الأروماتيك أو حلقة البنزين بشكل سبستيتيونت، إنه هي اللي تم استبدالها على مجموعة أو مركب آخر، يطلق عليها اسم الأريل جروب وإلها الرمز AR، زي ما كنا نحكي الألكين والألكيل جروب. لما تيجي الهيدروكربون تشين بشكل سبستيتيونت بسميها ألكيل وبعطيها الرمز R، هي الألكيل. نفس الإشي البنزين لما تيجي بشكل سبستيتيونت بسميها أريل. الآن هاي حلقة البنزين اللي هي الصيغة الجزيئية C6H5 ناقصة واحدة، وبدي أحدد إنه هي من هذا الطرف جاي سبستيتيونت، والبنزين بدي أحدد إنه هي جاي سبستيتيونت من هذا المكان، إنه هي ناقصة منها هيدروجين وهذا مكان الارتباط. هاي بسميها فينيل، فينيل جروب. هي فينيل جاية من كلمة فينون، واللي هو الاسم القديم كان للبنزين فينون، ولكن أصبح بنزين، ولكن ظل السبستيتيون تبعها اسمه فينيل جروب. طيب الآن لما يكون في عندي حلقة بنزين وعليها CH2، ومكان السبستيتيونت، مكان السبستيتيونت من عند CH2 بسميها بنزيل جروب. طيب الآن لما أركب عليها الفينيل جروب OH هيدروكسيل بتصير فينول. طيب لما أركب على البنزل جروب OH بتصير بنزل الكحول. هنا بدنا نحدد إنه من هذا الاتجاه شابك عندي السبستيتيونت. طيب نأخذ أمثلة عليهم. الآن في عندي هاي أريل وفي في عندي ألكيل. الآن كيف بدنا نسمي؟ في عندي هاي سايكلوبيوتين وفي عندي هاي بنزين. إذا أنا بدي أعتمد إن تسمية البنزين أو الأروماتيك كومباوند بدها تكون هذه السبستيتيون، فبدها تصير سايكلوبيوتيل، سايكلوبيوتيل، وأسمي بالآخر بنزين. أو ممكن إنه أنا أعتبر إنه هذا هو السبستيتيون على هاي، فهاي هي السايكلوبيوتين البيرنت، وهاي بدها تصير بشكل سبستيتيون اسمها الفينيل. طيب في عندي هذا المركب عبارة عن جزئين، الجزء الأول بنزين والجزء الثاني ستايرين. الآن إذا اعتبرت إنه هذا الستايرين هو عندي اللي هو البيرنت أو الكومون نيم اللي أنا بدي أعتمده، هذا الستايرين راكب عليه على موقع أربعة حلقة بنزين، هي واحد اثنين ثلاثة أربعة، على موقع أربعة في حلقة بنزين. لما تيجي حلقة بنزين بشكل استبدال بنسميها الفينيل، ولأنها على موقع أربعة بي بارا، فهتصير عندي بارا فينيل استايرين. الآن هون في عندي حلقة بنزين عليها ثلاثة بي اتش. الآن البي اتش اللي هي اختصار للفينيل، اللي هي عبارة عن حلقة بنزين جاي بشكل استبدال. ممكن أنا بدل ما أرسم هان حلقة بنزين مثل هاي، ممكن أحط بي اتش اللي هو في عندي مجموعة فينيل، مجموعة فينيل، مجموعة فينيل راكبين على البنزين. فمن أي مكان رقمت راح يطلع عندي واحد ثلاثة خمسة تراي فينيل بنزين. نيجي لهذا المركب. هذا المركب ممكن ننظر له من ناحيتين. الناحية الأولى إنه ممكن يكون هو عبارة عن كحول، ففي عندي الطريقة الأولى ممكن أنظر له على إنه هو كحول، بنسميه مثلا أم نيترو بنزل الكحول. الآن ممكن إنه أنا أخذ السبستيتيونت هاي لحالها وأشوف وين في عندي جاي النيترو راكب.
بدي أبلش من هون، 1 2 3، 1 و3 معناته ميتا، فحتصير على موقع ميتا في عندي النيترو، بعدين في عندي البنزل، البنزل اللي هي هاي الجروب مع ال CH2 نيترو بنزل، بعدين بنكمل عليها الكحول، نشوف اللي هي بتشبه هاي بنزل الكحول، فعندي مجموعة بنزل الكحول، مركب بنزل الكحول، وراكب عليه اللي هو ال NO2 على موقع 3، أو ممكن ننظر له على إنه هذا كحول الميثانول. الآن إذا هاد اعتبرته كحول الميثانول، بدي أشوف إيش راكب عليه. راكب عليه على بنزين وعليها نيترو NO2، ولكن NO2 جاي على موقع 3، 1 2 3، فهتصير عندي 3 نيترو. الآن لما إجت مجموعة البنزين بشكل استبدال صارت فينيل، لأنها إجت استبدال على الكحول الميثانول، فهتصير عندي 3 نيتروفينيل ميثانول. إذا مرة تانية، هذا المركب اعتبرت إنه أنا في عندي هذا الكومون نيم اللي هو بنزل الكحول، شابك عليه NO2 على موقع ميتا، أو ممكن أعتبر إنه هذا عبارة عن كحول الميثانول وراكب عليه مجموعة النيتروفينيل. يعطيكم العافية.